يبدأ فيلمنا في غابة السافانا مع قبيلة من القرود. كانوا السعداء ويرقصون لكي يحتفلوا، لأن الملكة زوجة سيمون ملك القبيلة قد أنجبت ابنا جديدا سيكون أمير القبيلة وولي العهد. كان الملك يقف بين قبيلته فرحا بسبب احتفالهم به. كان ينتظر الدكتور فلاديمير لكي ينادي عليه لكي يرى ابنه. عندما وصل فلاديمير أخبره أن هنالك مشكلة صغيرة ويجب أن يشاهدها بنفسه. تفاجأ الملك عندما دخل عند زوجته ورأى بأنها قد أنجبت شوأما وليس قردا واحدا، لكن القرد الذي ولد في الأول والذي من المفترض أن يكون ولي العهد كان ضعيفا جدا وجسمه صغير ولا يشبه القرود في القبيلة، عكس القرد الثاني الذي كان جسمه قويا مثل بقية القبيلة. دخلت عليهم ساحرة القبيلة ونصحت الملك بأن يتخلص من القرد الضعيف لأنه لا يشبههم ولن يفيدهم في شيء ولن يستطيع أن يكون ولي العهد. تردد الملك في فعل ذلك، لكن الساحرة أثرت عليه، وقبل أن تستيقظ الملكة أمر فلاديمير بأن يتخلص من القرد الضعيف على الفور. استيقظت الملكة وكانت متعبة جدا. سألت عن أولادها وأخبرت سيمون أن يأخذ بالهم منهم ويعتني بهم. ماتت الملكة بعدها. أخذ الملك القرد القوي وقدمه للقبيلة، أخبرهم أنه ولي العهد الجديد ويدعى بفانيا. فرحت القرود جميعا ورحبوا به. في نفس الوقت أخذ فلاديمير الطفل الضعيف عند الداب لكي يتخلص منه كما أمره الملك. وعندما رمى القرد أمسك في يده ولم يرغب في تركه، تشاتر فلاديمير وقرر أن يحتفظ به. اعتبرها إشارة بأن هذا القرد يجب أن يكمل حياته، لكنه عاد في كلامه لأن ولاءه الأول والأخير للملك. حاول أن يرمي القرد مجددا، سقط القرد وكان على وشك أن يأكله الداب. سبب له إصابة في يده اليمنى، لكن قدمه علقت بأغصان الأشجار واستطاع أن ينقذ نفسه. ظل معلقا في غصن الشجرة حتى وصل قرد يدعى إيان وقام بإنقاذه. حاول أن يوقفه على يديه وقدميه لكي يستطيع المشي، لكن القرد كانت يده مصابة، كان ضعيفا ولا يستطيع المشي. صعد الصغير على ظهر إيان وذهب معه. كان إيان سعيدا به وفي نفس الوقت تعاطف مع القرد الصغير. أخذه معه وسماه إدوارد. عاش إدوارد مع إيان حتى كبر في السن وكانوا منسجمين مع بعض. في أحد الأيام كانوا يتشاجرون بسبب التين الذين خبوه عن بعض. شاهد إدوارد فأرا معه التين وكان يهرب به. ذهب وراء الفأر، لكن إصابة ذراعه التي سببها له الدب في السابق كانت تجعل حركته بطيئة دائما. لم يستطع أن يلحق الفأر على الأشجار وسقط. بدأ إدوارد يفكر في خطة لكي يقبض بها على الفأر بدون أن يتحرك. وصل للفكرة، وهي أن يصنع مصيدة بخشب الشجر الصمغ الذي حوله. وقبل أن يبدأ في تنفيذها سمع جرس بداية الكرة بين قبيلة القرود. كان يريد أن يذهب ليتفرج عليهم، لكن إيان رفض الذهاب لأن القرود تتنمر عليه. أخبره إدوارد بأن يعطيهم فرصة ثانية وذهبوا ليتفرجوا على المباراة. كان فانيا هو الفائز، لعب بمهارة ورمى الكرة في الجمجمة المعلقة. وصلت الكرة بالقرب من إيان وأراد أن يمسكها، لكن إدوارد منعه من ذلك. لم يستمع إيان لكلامه وبسبب ذلك سقط هو وإدوارد على القرود التي كانت تلعب، وسقطت الكرة في حفرة. استغربت القرود منهم، لكن إدوارد استخدم ذكاءه، جلب عصا من شجر الصمغ، ألصقها بالكرة وأخرجها من الحفرة. فرحت القرود لأنه استطاع أن يعيد لهم كرتهم. وصل فانيا لكي يأخذ الكرة، أراد أن يرميها لكي يكملوا اللعب، لكنها التصقت بيده ولم يستطع إزالتها. حاولت جميع القرود أن تساعده. كان الملك سيمون جالسا مع فلاديمير والساحرة لكي يشاهدوا المباراة. سقطت الكرة على رأس الملك، حاول فلاديمير أن ينزعها من رأسه، لكن الكرة التصقت بشعر الملك وجزء كبير من الشعر اقشلع من رأسه. عندما شاهدت الساحرة إدوارد رأت بأن قدماه شكلها مميز وعرفت بأنه ابن الملك سيمون الذي حاول التخلص منه في السابق. دابش عند فلاديمير وسألته لماذا لم يتخلص منه كما اتفق مع الملك. حاول فلاديمير أن يكذب عليها، أخبرها بأنه قد تخلص منه، لكن الساحرة أمرت بأن يجد حلا لهذه الكارثة. كان فانيا يتسنط عليهم وسمع حديثهم، عرف بأن لديه أخا أكبر من الممكن أن يأخذ منه الحكم. تضايق كثيرا وبدأ يفكر في طريقة للتخلص منه لكي لا يخسر الحكم. في اليوم التالي شاهد إدوارد بأن إيان يتحدث مع الطيور عن مكان يدعى بالجبل الأبيض، وأن ذلك المكان مليء بالشجر والبحيرات وفيه الكثير من الطعام. أخبره إدوارد بأن ذلك المكان غير حقيقي وليس موجودا، لكن إيان أكد له بأنه موجود وأن الطيور قد أخبرته عنه.
فجأة وصل مارسيل وسيرغي وهم اثنان من قرود القبيلة. أخبروهم أن الملك يريد رؤية إدوارد. ذهب إدوارد ووقف أمام الملك. اتهمه الملك بأنه ساحر، لكن إدوارد أخبره أنه لم يفعل في حياته أي نوع من أنواع السحر، وكل ما يفعله هي بعض الحيل التي تعتمد على الذكاء. حاول أن يثبت له كلامه، أمسك مجموعة من ورق الشجر وصنع تاجل للملك. كان الملك والقرود مبهورين به. جلب بعض المياه ووضعها في فرع شجرة كبيرة. بسبب ذلك رأى الملك انعكاس صورته مثل المرآة. صنع له كرسي من ورق الأشجار، جلس عليه الملك. وكانت الساحرة تراقب كل ما يحصل. تعصبت كثيرا وقامت بإرسال سرب حشرات كثيرة لكي يهاجمهم. سقط الملك سيمون من كرسيه فوق الهضبة، لكنه أمسك في غصن الشجرة قبل أن يصل للأرض واستطاع الصعود. أخبرهم فانيا بأن إدوارد هو السبب في ما حصل للملك، وقد استخدم السحر لكي يسلط عليه الحشرات. استغل الموقف وأمسك إدوارد، رماه من فوق الهضبة. خاف عليه إيان وحاول إنقاذه. نزل على فرع الشجرة، وفي نفس الوقت بدأ الملك سيمون يصرخ على فانيا بسبب ما فعله مع إدوارد. لم يتأدى إدوارد، وعندما استيقظ وجد إيان على فرع الشجرة. حاول أن يمد له يده لكي يساعده، لكنه لم يستطع الوصول له. تركه معلقا وذهب للغابة. وجد نعامة أمامه وفي فمها بعض الفاكهة. حاول أن يأخذها منها، وتفاجأ عندما عرف بأنه يستطيع أن يقف على قدميه. جرى إدوارد بشكل عكسي بالقرب من النعام. كان سعيدا لأنه يستطيع أن يتحرك ويجري بسرعة، لكن قطع واحد القرن تحركوا بسرعة كبيرة وكانوا سيدوسون على إدوارد. رأى الملك ما يحصل، استطاع أن ينقذ إدوارد ووقف أمام وحيد القرن. استخدم كامل قوته لكي يبعدهم عن إدوارد. وصل واحد من القطيع ورمى نفسه على إدوارد، لكن الملك استطاع الوصول إليه وقام بإنقاذه. عندما استيقظ اطمأن إدوارد عن الملك الذي أنقذ حياته. طلب منه الملك أن يسامحه لأنه قد تركه عندما كان صغيرا. أخبره أنه ابنه ومات بعدها. قام فانيا بأخذ جثة والده للغابة. ترك إدوارد الذي كان مصدوما، بدأ يفكر في كلام الملك ولم يستطع أن يخرجه من دماغه. استعدت قبيلة القرود لتوديع الملك وتوجه ابنه فانيا مكانه. قرر فانيا أن يطرد فلاديمير عقابا له لأنه لم يتخلص من شقيقه كما أمره الملك في السابق. أخذ ابن عمه سيرغي مكانه. قدم له سيرغي فروض الطاعة وجلب له بعض القرود لكي يختار منهم من سيتزوجها، لأنه من الضروري أن تكون هنالك ملكة. أخبرهم فانيا بأنه سيختار عروسته عندما ينتهي من مراسم التتويج. بدأت القرود تهرب بسبب البرق. وصل إيان وإدوارد، أخذوا جثة الملك ودفنوه. ضرب البرق شجرة في الغابة. استغرب إدوارد من النار، أمسك عصا وذهب ليقف أمامها. وجد بأنه يستطيع أن يتعامل معها بشكل جيد. نزلت الأمطار وانطفأت النار. كان هنالك إعصار في الغابة. لم يجد فلاديمير مكان ليختبئ فيه بعدما طردته الساحرة وسحبته العاصفة. حاول إدوارد أن يهرب من العاصفة، لكن الإعصار أخذه. عندما كان داخل العاصفة شاهد الكثير من الحيوانات كانت تحاول إنقاذ نفسها. لفت انتباهه قردة حزينة أخذها الإعصار بعيدا عن أهلها. حاول أن يساعدها، لكن دوامة الإعصار رمته بعيدا. رمى الإعصار القردة. أمسك إدوارد بيدها لكي ينقذها، لكن الإعصار كان قويا وجذبهم من جديد. ربط إدوارد نفسه بحبل في الشجرة. استطاع أن يسحب نفسه ومعه القردة، لكن مع الأسف انقطع الحبل وسقطوا في حفرة. استطاع إدوارد أن يصعد منها بواسطة قدميه. كان يمسك القردة بيد واحدة. انتهت العاصفة، وفي اليوم التالي استيقظت القردة. ضربت إدوارد على وجهه ولم تعرف بأنه أنقذ حياتها. عندما شاهدت المكان من حولها بدأت تبكي لأنها اكتشفت بأن شجرة عائلتها قد تدمرت. هربت وغادرت المكان. ذهب إدوارد وراءها، وبسبب ذلك مر بجانب وحيد القرن ومن الوادي حتى وصل إليها في الأخير وبدأ يتحدث معها. عرفته بنفسها وأخبرته بأنها تدعى لوسي. استغربت لأنه كان يمشي على قدميه فقط. طلبت منه أن يعلمها لكي تصبح مثله. جلسوا مع بعض على هضبة كبيرة وبدأوا يشاهدون الغروب. أشار لها إدوارد على الشجرة وأخبرها بأن عائلته تعيش هناك. طلب منها أن تذهب معه لكي تتعرف عليهم. وافقت لوسي، وفي طريقهم للشجرة وجدوا الحمام البركانية. استخدم إدوارد ذكاءه، جلب عصا وأحرقها بالنار لكي ينير بها الطريق. عندما وصل للشجرة استغربت القرود لأنه يستطيع استخدام النار. أخبرهم إدوارد بأن الغابة جميلة ولا يوجد شيء ليخاف منه. ظهر شقيقه فانيا وأمره بأن يرمي شعلة النار التي في يده.
أراد إدوارد أن يريه بأنه يستطيع استخدامها في أشياء كثيرة. جلب العديد من العصيان وأشعلها جميعا، لكنه فقد السيطرة عليها وحصل حريق كبير في المكان. خافش القرود كثيرا. استغلت السحرة الموقف وقالت بأن جميع المشاكل التي تحصل في القبيلة سببها إدوارد. بسبب ذلك طردش القرود ومعه لوسي. كان إدوارد حزينا وذهب لبيت الذئاب ومعه النار. أخاف بها الذئاب ورحلت، تركوا له المكان. عاش إدوارد هناك مع لوسي وبدأت تعلمه كيف يصطاد الحيوانات ويسقط الفاكهة من الشجر باستخدام الحجارة. يكتشفوا بأنهم يستطيعون إشعال النار بالحجارة ويطبخوا بها الطعام. تعلموا كيفية التعامل مع الذئاب لكي لا تهجم عليهم. في أحد الأيام عندما كانوا يطبخون شمت القرود رائحة الطعام وعجبوا بالرائحة كثيرا، لكن الساحرة منعتهم من مغادرة الشجرة. بدأت القرود تثور عليها وغادروا الشجرة ما عدا القردة روبي التي ظلت مع فانيا، واتجه الباقي لمكان إدوارد. عندما رأتهم لوسي تعصبت عليهم وأرادتهم أن يغادروا المكان، لكنهم تحدثوا مع إدوارد وأخبروه أنهم عائلته من شجرة واحدة ويجب أن يستقبلهم بطريقة جيدة. وافق إدوارد وأخبرهم أنه سيقوم بإطعامهم هذه الليلة فقط وفي الصباح يجب أن يرحلوا. استطاع أن يقنع لوسي. أمضوا الليلة جميعا وكانوا سعداء كثيرا. كان فانيا يراقبهم من بعيد وكان متضايقا لأن عائلته وقبيلته قد تركوه وحيدا. قررت الساحرة أن تنتقم من إدوارد وقررت باقي القبيلة أن تعيش مع إدوارد. بعد أسابيع تزوج إدوارد بلوسي وكانوا ينتظرون مولودا جديدا. ساعد أهل المدينة إدوارد وبنوا مدينة جديدة. بعد أن تعلم الجميع أن يمشوا على قدمين فقط، تعلموا كيف يجلبون طعامهم وكيف يشعلون النار. في أحد الأيام وجد قرد من القبيلة حجارة تترك لونا على الصخور. أخبر إدوارد بأنهم يستطيعون استخدامها لكي يرسموا رسومات معينة على الصخور. وعندما كانوا يتحدثون أرسلت لهم الساحرة مجموعة جراد كبيرة أكلت كل شيء بنوه. قرر القرود أن يهجموا على الساحرة ومعها فانيا. قالت لوسي لإدوارد أن يذهب لينقذ شقيقه وهي ستساعد القرود المصابين. ذهب إدوارد مع صديقه الدب لكي يتحدث مع فانيا ويحذره، لكن مع الأسف وصلت القرود للشجرة الموجود فيها فانيا وروبي. اقترح سيرجي على فانيا أن يعمل معهم اتفاق، بدل أن يطرده مع روبي من الشجرة سيسمحون له بالبقاء فيها، ولكن بشرط أن يشرك باقي القرود يعيشون في أمان. كان لدى مجموعة القرود رأي آخر ورفضوا النقاش. كانوا غاضبين وبدأوا يحطمون الشجرة فانيا. حاول إدوارد أن يمنعهم لكنه لم يستطع ذلك. اتجهت القرود لكي يضربوا فانيا. حاول إدوارد أن يدافع عنه لكن سقطت شعلة من النار التي كانت مع القرود وحرقت الشجرة بالكامل. أمسك إدوارد في جذع الشجرة واستطاع إنقاذ روبي. عندما أنقذها سقط عليه فرع الشجرة. بدأ ينادي على القرود لكي يساعدوه، لكنهم خافوا من النار وهربوا جميعا. عندما رأوا بأن الشجرة تحترق بالكامل وستسقط، ماتت الساحرة بسبب الحريق. تدخل فانيا وأنقذ شقيقه إدوارد في اللحظة الأخيرة. طلب منه أن يسامحه وأعانقوا بعضهم. عندما احترق المكان لم يعرف القرود أين سيذهبون. فقدوا جميعا الأمل وقالوا بأنهم سيموتون. نظر إدوارد للطيور وتذكر كلام صديقه إيان عن الجبل الأبيض. أخبر القرود بأنهم لن يموتوا وسيذهبون وراء الطيور لكي يأخذوهم لمكان سيعيشون فيه. بدأوا يمشون وراء الطيور لعدة أيام حتى وصلوا للجبل الأبيض. كان مكانا جميلا ولم يصدق إدوارد بأنه موجود. رأى بأن صديقه إيان موجود هناك. فرح كثيرا لأنه قد رأى وعاشوا جميعا حياة سعيدة في الجبل الأبيض.